صليت الخمسه فروض يوم الترويه يوم الثامن من ذي الحجه، كل فرض 4 ركعات والمغرب 3، ولكن اعلمني احد الاخوان بانه لا بد ان يكون قصرا، فما حكم ذلك ايضا؟ صلاتك صحيحه لانك اتممت في موضع القصر، ولكن السنه ان المسافر يقصر صلاه الرباعيه الى 2، وان اتم فان صلاته ناقصه وليست بباطل. ولكن اذا كان الانسان جاهلا كحالك فاننا نرجو ان يوفيك الله اجرك كاملا، لانك مجتهد ولم تفعل شيئا محرما وانما فعلت شيئا مفضولا فقط. نعم.